طيب تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونشوف ابطال جريد 6 كونكت 6 ويونت 3 وقاعده ميك. لو انت دورت في القاموس على ميك ده هي هتلاقي لها معاني كتيره، اشهرهم كلمه يصنع. كلمه ايه؟ يصنع. انا مش عايز يصنع دلوقتي، انا عايز كلمه يجعل. يبقى ميك معناها ايه؟ يجعل. يجعل يعني يجعلني، يجعلني سعيد، يجعلني مبسوط، يجعلني اي حاجه. تمام كده يا مستر؟ تمام. طيب ميك ده هنا واحنا نزلناه ارض الملعب يا ارو وبدانا نخلي الناس دي تشوت، لو انا خليت اي او وي او يو او ذي يشوتوا، ميك دي هتفضل زي ما هي في الانفينيتيف. متفق؟ اه. او لو في بلولر، بلولر يعني ايه؟ يعني اسم جمع بويز مثلا. موافق. اما التاني لو انا جبت الفريق التاني اللي هو هي وشي وات او اي حاجه سنجلر مفرد زي مين؟ زي مثلا ابوي. ايه اللي هيحصل؟ في الحالة ده هي بما ان انت واخد ان الفيرب بيتحط له اس، فكلمة ميك دي للأسف لازم يتحط لها مين؟ اس. طيب هسأل سؤال، اسأل. لو انا جيت فتحت اقواس كده وقلت لك كلمة ميكس دي هيجي قبليها الفيرب في الانفينيتيف ولا اخره اس ولا اخره فيرب بلس ان جي؟ بيجي قبليها لا اما فيرب بلس ان جي، لا اما نون، لا اما مين؟ نون، لا اما برونون، واحده من دول. مش فاهم يعني لو انا جيت قلت كده اهو سويم ولا سويمز ولا سويمين، مش جاب لك نون؟ اهو جاب لك فيرب بلس ان جي اللي هو يعتبر زي نون، يبقى هيجي بعديها ميك ولا ميكس؟ هيجي بعدها ميكس. هيجي بعدها مين؟ ميكس. يبقى لو جالي فعل بلس اي ان جي بعدها يبقى ميك ولا ميكس؟ ميكس. طب وقبل ميك وميكس الفعل بيتحط له انفينيتيف ولا اس ولا اي ان جي؟ ما تسمعش كلام احمد وتمشي وراه، ماشي؟ عشان احمد ساعات بيسرح. يبقى تاني، قبل ميك وميكس الفيرب بيتحط له مين؟ اي ان جي. مش سامع، الفيرب قبل ميك وميكس بيتحط له مين؟ اي ان جي. لو ما فيش اي ان جي يبقى نون او برو نون. نون او ايه؟ برو نون. ركز يا فندم، مركز. طيب لو انا جيت قلت كده اهو كلمه بوكس وفتحت اقواس قلت لك ميك ولا ميكس وكملت الجمله هتاخد ايه؟ هي مش بوكس دي اخرها اس؟ لا هتبقى ميك. هتبقى ميك، مش محتاجها، مش محتاجه اس. يبقى هي عندها اس اهي، يبقى هي مش محتاجه ايه؟ اس. طب لو انا قلت بوك، ابوك اهو، هل هو عنده اس؟ لا. يبقى هو محتاج ايه؟ ميكس. اه الله ينور يا محمد. طيب اروى تقول لك انت، انا ملاحظه حاجه يا مستر، ملاحظه ايه يا اروى؟ ان انت كله شغال في اللي قبل ميك وميكس، صح؟ صح. اللي قبل ميك وميكس دول يا مستر عبارة عن ثلاث حاجات، لا إما I we you they وبلورال ناون، صح؟ صح. ودول بياخدوا ميك، صح؟ صح. لا إما هي أو شي أو إت أو سنجلر أو فيرب بلس أي إن جي، ودول بياخدوا ميك ولا ميكس؟ مش سامع، ميك ولا ميكس؟ ميك ولا ميكس؟ ميكس. ميك ولا ميكس؟ ميكس. الله ينور. يبقى دول اللي قبل مين؟ قبل دول اهم. حد قاعد مش فاهم؟ ها؟ يبقى دول بيأثروا على شكل ميك او ايه؟ ميكس. او ميكس. طيب سؤال بقى، لو انا جالي بعد كده بعد الاثنين دول ممكن يجي ايه؟ ممكن يجي حاجه من الاثنين دول. استأذنك ركز، لما تيجي ادجكتيف على طول صفه، لما تيجي كلمة فيل تيجي كلمة ايه؟ فيل. بس استنى، علشان تيجي كلمة فيل شرط اهو بالعربي، هو شرط قبلها ضمير مفعول اوبجكت بروناونز. يا مستر اقسم بالله احنا ما فاهمين حاجة. طب اتقل، يلا بينا. لو انا جيت قلت لك كده اهو اروى، اروى ناون اهو، اروى دي هتاخد ميك ولا ميكس؟ ميكس. اهو بص كده، هفتح اقواس هقول لك على حاجه، انت مش حافظ ضمائر المفعول، نسيتها، صح؟ طيب هدي لك نوعين من الضمائر. في ضمائر مشهوره قوي اللي انت عارفها من اول ما كنت بيبي صغير، الضمائر دي لا مش عايزها، اللي هي ده هم الاي والوي واليو والزي. لو انا فتحت اقواس قلت لك تاخد اي ولا مي، مين اللي مشهور عندك؟ اي. المشهور؟ لا، مش المشهور. ها؟
الاي ولا المي؟ يبقى ده مش هاخده، هاخد ده. مركز؟ طيب اللي مشهور هي ولا هم؟ هي هي هاخد هم. طيب المشهور شي ولا هير؟ شي هاخد هير. طب المشهور وي ولا اس؟ وي. مشهور يعني انت سمعته كتير اهو، يبقى ممنوع بعد ميك وميكس مين؟ دول. عارف ليه يا مصطفى؟ مش انت جبت دول قبلهم؟ ما ينفعش يجي بعديهم، ما ينفعش يجي مين؟ بعدين. الله ينور على كده. طب كمل بقى، ذي ولا ذم هناخد مين؟ ذي. يبقى دي اللي هي مشهوره، يبقى مش هناخد، هناخد مين؟ ذم. في عندي اتنين ما بيتغيروش، اللي هم مين؟ اللي هم يو بتفضل يو، وات بتفضل مين؟ ات. يبقى بعد ميك وميكس يا ارو هاخد ضمائر مفعول اللي هي مين؟ اللي هي معموله باللون الايه الماركر ده اهو ده. حد قاعد مش فاهم يا ابطال مصر؟ طب تيجي نكمل. طب سؤال يا مستر، انت قلت لي بعد ميك وميكس بحط فيل ولا فيلز؟ مش سامع. فيل ولا فيلز؟ فيل. اهو تيجي ناخد مثال. لما اجي اقول لك كده بلاين تنس، ميك اي فيلز هابي، عايز حد من الفراودة يصلح لي الفرح ده. استنى بقى بالترتيب، ها يلا يا اروى. يبقى بلي ده هي يتحط لها بلينج. ليه يا محمد؟ استني، علشان احنا قلنا اللي قبل ميك تمام لازم يتحط له اي جي، ما ينفعش انفينيتيف. ها طب وايه تاني يا دكتوره؟ ميكس. يبقى احنا قلنا الاي ان جي بتخلي ميك يتحط لها اس ميكس، والاي ده هي بتتشطب بتبقى مي اوبجكت بروناون. طب وهنا اهو هتبقى فيل. الله ينور على الشطار. ناخد واحده كمان او اقول لك هات الدرس ده، هات بيج نمبر 146. تعال نحل. قبل ما نبدا نحل محمد، يا محمد احنا النهارده كلامي سمعت في كلمة ميكينج؟ سمعتها؟ كل اختياراتي ما بين ميك وميكس صح؟ يبقى انت كده بسم الله الرحمن الرحيم اشطب على ميكينج بره وعلى تو ميك بره. موافق؟ هبدأ ابص على كلمة بيرنتس. بيرنتس دي عندها فلوس اس، هل محتاجة فلوس؟ لا. جدع هتبقى ميك، برافو عليك. احمد عماد وحش الكون، كوكينج كلاب اولويز ميكس. احنا قلنا اللي بيجي بعد بي. ايوه جدع الله ينور، لسه ما حدش اقولها. طب مصطفى اللي بيجي قبل ميك فيرب فيه ايه؟ سويمينج. عسل وعليه ايس كريم سويمينج. يلا يا ابو حميد ساد بليز ميك. برافو عليك علشان هنا هو فيه اس. الله ينور. يلا يا قروتي الرننج دي هنعتبرها مع مين؟ الله ينور على ابطال مصر. تعال نكمل يا شباب، هات لي اللي بعده. انت قلت لي عمرك سمعت عن فيل معايا ولا فيلز؟ شوف انت بقى فيل. برافو عليك. يلا يا احمد يا عماد، احنا قلنا اللي بيجي في اول الجمله كوتش. ها اللي بيجي في اول الجمله ايه يا شباب؟ اي ان جي. احمد يا عماد فوق. مصطفى احنا قلنا بلينج تشيس ميكس مي فيل ايه؟ ها مين عارف دي؟ احنا قلنا يا شباب الحاجة اللي بتوصف الفيرب هي مين؟ هي ادفيرب. مش الادفيرب لازم تحط له ال واي؟ مين اللي اخرها ال واي؟ رغم كلهم اخرهم ال واي، بس هنا اهو انا هخليها مين؟ هابلي. الله ينور. تعال نكمل. فيف نمبر 176 استاذنك حلها كده قبل ما انا ما احلها. رانينج ميكس مي فيل فيلز felt feeling feel. جدع برافو عليك عايش.